سمحت الشيخ، هناك زيارات ذات طابع عقائدي مروية عن الأئمة سلام الله عليهم بخصوص أبي الفضل العباس، ما تحمل هذه الزيارات من خصوصية وأهمية ودلالات حول مقام المولى العباس عليه السلام؟ أنا قبل أيام أحد الأصدقاء جاء لي بكتاب نعم. ضخم عن العباس سلام الله عليه، فسألته، هاي قبل أيام، نعم. سألته كده: سيدنا، أنت كتبت هذا الكتاب، هل أتيت بشيء جديد عن أبي الفضل صلوات الله سلامه عليه؟ فأنا أثناء حديثي معه قلت له: هل شرحت الزيارة العباسية؟ أنا كل من كتب عن العباس، يعني حسب ما أتذكر، ما كتب عن الزيارة. لعله هي الزيارة، زيارة الإمام الصادق عليه السلام. وهذه الزيارة يعني أستاذ أنا حسن، دائما أقراها تحمل مضامين كبيرة وعقائدية ومفاهيم تفتح لك أبواب يعني. أنا أقول عندما نعم. أحسنتم، أقول عندما تقرأ الزيارة مو تقرأ هكذا للأجر والثواب، لا، نعم. حقيقة أن أنا عندما أقرأها أتأمل بها. يعني السلام عليك أيها العبد الصالح. نعم. نعم، في العبارة أشهد أنك كنت على بصيرة من أمرك، نعم. مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، وتأتي إلى هذه الكلمات الراقية من إمام معصوم. يعني إمام معصوم مرة يقول: فلان قال مقولة في حق العباس، نقول جزاه الله خير، كلمة جميلة. مرة نقول أن الإمام الصادق روحي له الفداء، صحيح. هو الإمام الصادق هو الذي يقول في عمه العباس هذه الكلمات الرائعة. يقول، أقول في كل مقطع من هذه الزيارة. فقال لي شيخنا: أنا شرحت كل الزيارة. قلت له: ممتاز، هذا الذي نريد، أن العالم مو فقط يقرأ الزيارة، يفهم مضامين نعم. هذه الكلمات. كل فقرة ترى فيها شرح، يعني يحتاج إلى حلقات عن شرح زيارة الإمام الصادق في حق العباس سلام الله.